السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اللي هنستعملها برضو هنعمل فراخ مشوية وهنعملها بتتبيلة جميلة قوي. وطبعا لسه في حاجات تانية، مكرونات وكلام من ده، فانتظروني في التجهيزات ان شاء الله اصور لكم حاجة حاجة. وطبعا هوريكم برضو ان شاء الله، ايه، هحاول كده اوريكم بالتفصيل احنا هنعمل ايه. بس الصراحة لو يعني عرفت اصور فانتظروني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض تتبيلة الفراخ المشوية. طبعا دي لسه كمية من الفراخ عليها ليمون، وحطينا عليها ليمون وخل ضربناه في الخلاط وحطيناه عليها كده، ولسه باقي الفراخ في مرات اخويا الله يكرمها يا رب بتصفاها من المية جوه في المطبخ. وهنشوف هنا مع بعض، معايا هنا بصل، كمية من البصل حلوة يعني، لان احنا هنعمل كمية فراخ كبيرة. ومعايا جنزبيل فريش وتوم، ومعايا توم، ومعايا كمية الزبادي دي لان احنا هنتبل بالزبادي. هنحط بهارات ملح وفلفل وكمون وكاري وجنزبيل، ما عادش بقى جنزبيل، بصل بودر وتوم بودر وكزبرة ناشفة، وطبعا والزبادي بقى والحاجات دي، وشوية زيت طبعا. وان شاء الله هفرم بس الحاجات دي كلها في الخلاط يا جماعة، وهرجع لكم واحنا بنحطها على الفراخ ونتبلها مع بعض. خلطة الفراخ هيني هنقلبها على بعضها. ونسيت اقول لكم ان احنا حطينا هنحط فيها طماطم وفلفل اخضر، فان شاء الله هنقلبها بقى على بعضها. وبقيه الفراخ اهي هنحطها. ابله سحر اهي بتقلب الخلطه حبيب قلبي كويس قوي. وطبعا زي ما قلت لكم زبادي وكل البهارات بقى حطينا فيها، ملح وفلفل وكاري وبهار فراخ وكزبره ناشفه وجنزبيل فريش وايه تاني، وبصل بودر وتوم بودر وفلفل اخضر وطماطم وكده يعني. وطبعا هنحط على الفراخ دي وهنعينها في التتبيله ساعتين ثلاثه كده. ازق لك الفراخ. وطبعا حطينا فيها ملح ونسبه من السكر برده علشان يطري ويسكر الفراخ كده، وليمون بقى وخل. وعيشوا حياتكم. جميلة ما شاء الله. بسم الله بسم الله على مالك يا حبيبتي. زي ما انتم شايفين كده لسه في فراخ، بتقول لك لسه في فراخ. طيب هاتيها. ما يجراش، ما التتبيله خلاص، احنا تتبيلنا خلاص. طب خلاص انا فكرت ان دي كلها. طيب هاتيها يا ام صلاح عشان تتقلب كلها على بعضها بقى. مش عايزه اقول لكم بقى يا جماعه الفراخ دي غسلناها ازاي. اقسم بالله بقى لنا قد ايه، حوالي قعدنا بقى لنا 3 ساعات بنغسل فيها ونقطع بال بايه؟ معلومه الدقيق الذره ودقيق الغله اللي فيه الرد يا حبايب قلبي، والجنزبيل بيتغسل بيه الفراخ وليمون وما شاء الله والملح، غسلناه غسيل جيد. تعالى يا ام صلاح اهي، وجبنا بقيه الفراخ يا حبايب قلبي حطيناها عليها وبتقلب اهي كله علشان كله يشرب من التتبيله. وعايزه اقول لكم ان احنا مش هنحط عليها ميه خالص بعد كده، هي هتستوى بقى في الخلطه بتاعتها دي، وهنعملها بالفحم ان شاء الله. بعد ما تتلع في التتبيله دي هنحط في الصواني بقى ونولع عليها، وبعد ما تخلص ندخلها الفرن تتحمر ونعمل لها الفحم عشان تبقى بطعم الفحم زي اللي بتيجي من عند الحاتي. وطبعا عمر الحاتي ما هيعملها زي ما احنا بنعمل كده يا جماعه والله. ولا الفراخ تربية البيت دي، لان دي الفراخ دي تربية البيت، ما احناش شاريينها من محلات يعني ولا حاجة، زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده. خلاص كده يا حبايب قلبي هننقع بقى في التتبيلة لمدة 3 ساعات عما نخلص بقى معانا شوية حاجات كده هنشطبها.